وهناك الإيمان بالرسل صلوات الله تعالى عليهم. والإيمان بالرسل يتطلب منك أن تعتقد أن رسول الله صلوات الله عليهم هم خيرة الله تعالى من خلقه نسبا وحسبا وفضلا وأدبا وعقلا وفطانة اصطنعه الله تعالى لنفسه واختارهم على جميع خلقه وأسبغ عليهم إسباغ الكمالات النفسية وأفاض عليهم من العلوم والمعارف الإلهية وأرسلهم إلى العالم نصحاء أمناء يدلونهم على ما فيه سعادة الدنيا وفي الآخرة وأيدهم بالبينات وعصمهم من المخالفات. هذه جمل موجزة من الاعتقاد بالإيمان بالرسل صلوات الله عليهم.